دي كانت آخر فقرات برنامج صباح الشروق لهذا اليوم، وكل ما تاح لنا الزمن في التواصل معكم. شكرا لحسن المتابعة لكل الناس اللي كانوا حاضرين هذه الحلقة. نلتقي إن شاء الله، وأنا حلتقيكم إن شاء الله يوم الاثنين، لكن صباح الشروق ويوميا. أبقوا عافية وخلوا بالكم من الرعب. السلام عليكم ورحمة الله. فضحنا ما تخفى في ذا الكل يا روح الكل، في ذا الكل يا روح الكل.
ضوايا من نوره، صباحك يا جميل صوره، خدود ضوايا من نوره، وجايا الخصلة مطفوره فوق عيوننا مسحوره. سيدا الكل يا روح الفل، سيدا الكل يا روح الفل، صباحك 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 يا صباح الفل.